وانت بتطمن انه ريان ما عاد تنأذى او يصير له شيء. نحن مالنا مثلهم يا ابني، ما عم قلك جيبها بالغصب او تعمل شيء تخلي العالم يحكوا على شرفها، هالشيء ما بيليق فينا. بس هي بتحبك كمان يا ابني، روح احكي معها واذا وافقت تتزوجها امسكها من ايدها وجيبها وساويها كنتنا. ليك أزهد، فكر باللي قلته كتير منيح، بعدين قرر وخبرني ماشي؟ إذا ما بتقدر تحل هالموضوع مشان أنا حاول حله. يلا يا بني. ترى أمي لوين بدها تروح هلا؟ شو رأيك نلحقها ونفاجئها؟ يلا تعالي. يعطيك العافية أمي أسماء. الله يعافيكي. أنت جوعانة بتحبي حضر لك شي؟ لا، كنت عم دور على ميران، شفتي شي؟ أنا شفته آخر مرة كان فوق، بجوز يكون طلع. شكرا ريان. تعالي بنتي، تعالي عادي هون. بعرف النار يلي شاعلة بقلبه لميران عم توصلك، وقلبك عم يحترق كمان، بس انتو لازم تصبروا شوي. أصحكم تتخلوا عن حبكم بالرغم من كل هالعداوي، هن كتير أزوكم، ما هيك انتو ما تخليتوا عن حبكم لبعض. يلي صار هالمرة مختلف تماما، أنا جرحته لميران. الإنسان بينجرح من أكتر الأشخاص يلي بيحبهم، بس اصبري وميران رح يفهمك كمان. بكرة بتشوفي حبكم لبعض رح يصير أقوى وأكبر من الماضي إن شاء الله. أنا ريان، أنا بدي أشوف بنتي. أمي أمي، خير؟ صاير شي؟ أمي أنا بدي أشوفها لبنتي يا عزيزة أصلاً. إيه، ما في داعي لكل هالصريخ يا زهرة، إذا هاد اللي بدك ياه فتفضلي شوفيها، نحن ما لنا حابسين غصب عنا. أنا تقبلت بنتك ككنة إلي بالقصر تبعي، مع أنه جوزك لساته عدو إلنا، بس بالنهاية أنا أم كمان ومتفهمة حالي.